بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو شباط 14 شباط وما يسمى ب فالنتاين داي او عيد الفالنتين مش عارف ايش. طبعا هذا يطلق عليه عيد الحب لانه هنا في امريكا الامور كلها لها علاقة بالبزنس بمصاري، سواء الفالنتاين داي ولا مثلا حتى الكريسماس ولا ايام اخرى اعياد، لانه بصير عنده بزنس. طبعا لا الومهم انا ولا الوم حتى العرب او المسلمين اللي عايشين بامريكا، بصير عندهم عادات تقليدية واولادهم في المدارس عايزين ايش يعيدوا يعملوا نفس الشيء. وطبعا اهم شيء الزهور والكارد، ببعثوا رسالة ولا كذا من النوع الى اخره. بس بصراحة انا بلوم الدول العربية وطبعا مع الدول الاسلامية، يعني صار عندنا بما يسمى عقدة النقص. احنا عندنا نقص، اي شيء من الغرب يجي نيجي من ايده، ولو كان انه فالنتاين ولا غير شيء. حتى الاسماء خليناها دائما باللغة الاجنبية باللغة الانجليزية، وهذا عقدة نقص موجودة عندنا في الوقت الحاضر. اللغة العربية لغة القرآن، ومع ذلك مع الاسف الشديد حتى اسماء اولادنا وبناتنا كثيرا لاحظت، بس رحت على الأردن أسماء غير عربية، ما أعرف إيش إليان ومش عارف إيش وكذا، شيء فظيع. وين أسماء فاطمة وخديجة وعائشة إلى آخره؟ أسماء جميلة جدا، لكن خلص عقدة النقص. حتى بعض الأشياء اللي أنا بطلع عليها هنا بعض أحيانا على قناة الـ MBC 1 والـ MBC اللي هي مصر، يعني شيء مؤسف. يعني كثير من البرامج ولا الدعايات ولا إلى آخر كله باللغة العربية باللغة الإنجليزية، ونفس الشيء ينطبق على هاي اللي هي MTV اللي هي القناة اللبنانية، نفس الشيء. يعني عقدة نقص. حتى يعني مثال على ذلك يقول لك بريكسيت يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما بنقول خروج، مستحيل إلا بريكسيت نستعملها، خلاص عقدة نقص. وين يا جماعة؟ فين الشيء العربي؟ فين الحماس؟ فين الثقة بالنفس؟ مع الأسف. وأنا أذكر يعني أنه عندنا في الإسلام ما في إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. حتى عيد النبي الرسول عليه السلام ما كانوا يعيدوا أيام الصحابة أبدا، وإن كان في الوقت الحاضر أحيانا بيحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس أنه يذكروا أذكار هناك وبتتعلق في الأحاديث النبوية، لا بأسنا. بس يعني إحنا في الأصل عيد الأضحى وعيد الفطر، هاي أهم شيء. ولذلك أنا يعني بحض أنه سير عندكم، يا أنتوا يا عرب سير عندكم نوع من الثقة بالنفس، يعرف أنه الإسلام هو أهم شيء، القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم إلى آخره. على كل حال أنا حبيت أعرج فقط بعدة دقائق على ما يقال له فالنتاين داي، وهو بالأصل عيد وثني زي ما بتعرفوا، في شغلات كثيرة عنه. ولذلك أكيد في بلادنا الأزهار الزهور قال عيد الأحبة
ببعث هذا، احب الواحد يظل ايش مخلص، مخلص لحبيبته لزوجته الى اخره، وهي نفس الشيء، مش مجرد انه قدم زهره وش، مع انه هذا كله كلام دعايات وكله تقليد اعمى الى الغرب. وشكرا.